انضم إلينا من باريس رامي الخليفة العلي، الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس. سيد رامي، اتصال هاتفي اليوم بين الرئيس التركي والملك سلمان، أيضا هذا الحراك الواضح، وفد سابقا برئاسة أمير منطقة مكة خالد الفيصل، ومصادر مطلعة يعني أشارت إلى زيارة رئيس الاستخبارات العامة السعودية إلى أنقرة، هذا الحراك كله إلى ماذا يؤشر بتقديرك تجاه تركيا؟ تحية لك ولمشاهديك الكرام. باعتقادي أن هنالك ثلاثة جوانب للقضية برمتها. الجانب الأول وهو الجانب الجنائي، ثم هنالك جانبان مهمان لا يقلان أهمية، الجانب الأول وهو الجانب السياسي، ثم الجانب الإعلامي. باعتقادي أنه على الأقل من الناحية الجنائية المملكة العربية السعودية أرسلت وفدا يشارك في التحقيق ويكون مساعدا ومساندا للجان التحقيق التركية، وبالتالي في هذا الإطار بالذات هنالك حالة مهنية إذا شئت. ولكن يبقى الجانبان الآخران واللذان لا يقلان أهمية، وهما الجانب السياسي والجانب الإعلامي. وهنالك إحساس بدأ يظهر في الأوساط السعودية على المستويات الرسمية بأن هذا الهجمة الآن الموجهة ضد المملكة العربية السعودية والتي تنطلق من تركيا ربما تطيح في العلاقات ما بين الطرفين. نعم، هناك مشكلات ما بين تركيا والمملكة العربية السعودية في ملفات كثيرة في المنطقة، ولكن أليس من الأسهل سيد رامي، عذرا المقاطعة، أليس من الأسهل بدل كل هذه الوفود والاتصالات بأن تفتح القنصلية السعودية في اسطنبول أبوابها للتفتيش، وأن تفتح أيضا بيت القنصل، وبالتالي تبرئ المملكة العربية ساحتها من كل هذه الاتهامات، كما تقول بأنها اتهامات سياسية وحتى إعلامية؟ الكرة بملعب المملكة العربية السعودية، لماذا لا تقوم بتبديد كل الشكوك إذن؟ أنا ما ذكرته منذ البداية، باعتقادي أن اتصال خادم الحرمين الشريفين لم يكن ليتعلق بالأمور الجنائية. الأمور الجنائية هنالك من هو مختص بها، وبالتالي هذا يتم بالتفاهم ما بين الطرفين. أضف إلى ذلك أن هنالك تعقيدات دبلوماسية باعتبار أن القنصلية وبيت القنصل هذه أراضي سعودية، وبالتالي هنالك بحاجة إلى ترتيبات. ولا أعرف الحقيقة على وجه الدقة واليقين ما هي العوائق وكيف سوف يتم هذا الأمر، لكن أتحدث هنا عن الجانبين الآخرين، وباعتقادي أنهما محور الحديث ما بين العاهل السعودي وما بين الرئيس التركي، وهو تجنيب العلاقة ما بين البلدين الآثار السلبية التي يمكن أن تطيح بالعلاقة بينهما إذا ما استمرت هذه الهجمة الموجهة ضد المملكة العربية السعودية. والنقاط الإيجابية ربما التي وردت سواء من خلال تصريحات الرئيس التركي أو حتى من خلال تصريحات السعودية، أن كلا الطرفين مهتم بإبقاء العلاقات ما بين الطرفين باعتبار أنهما مهمان في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي هنا لا نتحدث نحن عن الجانب الجنائي الذي أشرت إليه والذي يمكن أن يطرح فيه الكثير من الأسئلة، ولكن الاتصال سيد رامي، الاتصال أشار إلى هذا الجانب. المصدر التركي قال بأنه تم مناقشة الجانب الجنائي وأهمية هذا المسار الجنائي. هل تعتقد بعد هذا الاتصال أن تفتح أبواب القنصلية وباب منزل القنصل أمام التفتيش الجنائي المشترك ما بين السعودية وتركيا؟ باعتقادي أن هنالك ترتيبات يمكن أن تتم بين الطرفين. طبعا لست متأكدا، ليس لدي علم دقيق بما دار من الحوار ما بين الرجلين، ولكن بكل الأحوال باعتقادي أن سوف يصل الطرفان في نهاية المطاف إلى حل يمكن من خلاله تطبيق الإجراءات الجنائية والإجراءات القانونية في هذا الإطار. لذلك باعتقادي أن الاتصال بحد ذاته لديه جانب سياسي وإعلامي أكثر منه جانب جنائي، لأن هذا الأمر متروك الحقيقة. وكما ذكرت أنت جلال بأن هنالك زيارات على المستويات من قبل المسؤولين السعوديين قاموا بها إلى الجانب التركي، وهنالك محاولة الحقيقة لاستيعاب الجانب الإعلامي والسياسي، أما الجانب الجنائي فلديه إجراءاته الخاصة. واعتقادي أنه في نهاية المطاف المملكة العربية السعودية سوف تتعاون مع الجانب التركي في إجراء التحقيقات اللازمة لكشف مصير السيد جمال خاشقجي. شكرا لك رامي الخليفة العلي، الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس. حول